رجعنا لحضراتكم في الجزء الاخير وجي معادنا مع التحليل الفني للزمالك. الزمالك هو مودرن فيوتشر، كيف كان هذا اللقاء ذهاب وعوده؟ بس خلينا نروح للعوده بما ان احنا اتكلمنا على الذهاب في وقتها. عمار اديني عنوان ونخش في التفاصيل. العنوان العريض الزمالك حتى الان ما مش عايز اقول يعني الجمله ما تبقاش صعبه على الجمهور، ما بيتطورش، ما فيش تطور واضح تقدر تمسكه، ولكن في محاولات كتير ان الشكل يبقى افضل وفقا للتوقيت اللي جاي فيه الراجل. فدي نقطه مهمه. يعني جوزيه جوميز في مباراه الذهاب امام فيوتشر هو قدر يكسب بس عانى جدا. بس عن كل مباراه عن اللي قبلها، يعني الجيم الاخير مباراه الاياب بشوفه انه افضل جيم دفاعي لعب فيه الزمالك، لان هو قدر يدخل بعض العناصر على العدله بتاعتها. شحاته مع دونجا في قلب وسط الملعب ان هم اتنين ارتكاز، مع احمد حمدي ان هو يبقى يديله حريه الحركه كلعيب رقم 10، لعيب حر يطلع ياخد رجل المباراه بعد محاولات كتير قصاد الجونه وقصاد مباراه فيوتشر السابقه، ثم يتوجها في الاخر في مباراه العوده. مؤشرات تقول لك ان الراجل شغال، ما بيعطلش، عمال يوصل لافضل شكل ممكن لنادي الزمالك، لان التوقيت كان صعب. ممكن البدايه زي ما كنا بنتكلم قبل مباراه الاهلي تدريجيا ما كشفتش للراجل كل العيوب، لان انت في الاخر اسماعيلي في داخليه وفي في المجموعه الافريقيه الدنيا كانت سهله جدا في ابو سليم، فالموضوع ما كنتش تقدر تحكم عليه بالشكل المطلوب. لما دخلت في المعمعه شويه ابتديت تخش على فريق زي مودرن فيوتشر، واحد من الفرق المنظمه جدا، فريق صعب المنال، وملعب زي الجونه ملعب صعب جدا، ابتديت تشوف مشاكل بقى، المشاكل الاساسيه، خاصه كمان احنا متفقين كلنا ان ميركاتو الزمالك هو عالج منطقه واحده بس هي مركز خط الوسط. ما عندك وفره كبيره جدا 8 9 10 لعيبه في وسط الملعب كلهم بالثلاثة بقى، ايا كان اتنين ارتكاز واحد 10 او ثلاثة في الاربعة 3 3، فكل دي امور بتتحط قدام الراجل، مطالب ان هو في نفس الوقت ده يصل لافضل توليفة ممكنة، ثم يوصل بالفرقة لابعد نقطة انه عايز ياخد الكونفدرالية، وفي نفس الوقت يوصل بسلم الترتيب بنادي الزمالك بعيد. فكل دي نقاط طبعا صعبة، ولكن هو بيحاول، عشان كده مش هتلاقي التطور اللي جمهور الزمالك عايزه من 3 4 ماتشات يبقى في نمط وفي تطور. ادي بق لاخوك. ايه؟ ادي بق لاخوك. حاضر. ادي بق لاخوك. ده نخش على الحالات على طول 4-2-3-1. اخد منه عنوان. تاخد منه عنوان بس اتفضل. يلا اتفضل يا شاكر. لو نادي الزمالك ان شاء الله ناوي ان هو يكسب بطوله الكونفدراليه، لازم جوميز يراجع بعض الامور الفنيه الكتير جدا. عقبة كبيرة جدا ان انت تعدي فيوتشر، وتحية برضو للكابتن تامر مصطفى اللي عمل مباراتين رائعين في ظل طبعا الفروقات والفروقات الجماهيرية اللي موجودة طبعا عند نادي الزمالك، ولكن هيبقى في عقبات كتيرة جدا في مباراة السيمي فاينل وفي مباراة الفاينل ان شاء الله نادي الزمالك تأهل. في اخطاء فردية كتيرة جدا بيقع فيها نادي الزمالك، ولازم الراجل يثبت التشكيل اللي هو هيكمل بيه. انا عارف ان دي صعبه جدا علشان خاطر الناس اللي مقايضه افريقيا ومش مقايضه افريقيا، ولكن لازم نادي الزمالك يراجع بعض الامور، لان الماتشات اللي جايه حاسمه جدا جدا. ماشي، روح على الحلقه. حاجه بس من على طرف المعلقه كده، من اكتر اللمحات المضيئه شويه في مباراه الزمالك والفيوتشر الماضيه، يعني ان عندك 6 لعيبه من 23 فما اقل يعني شاركوا في المباراه دي، 4 منهم اساسي واثنين، فدي حاجه ما بتحصلش كتير. انا عارف ان الموضوع بالنسبه لكل حته في الدنيا هو اعتيادي جدا، بس بالنسبه لنا لا، دي حاجه كويسه جدا للمنتخب الاولمبي وللقاعده القادمه. يعني انت عندك محمد شحاته وحسام عبد المجيد اتنين في الزمالك، الناحيه الثانيه كان عندك علي ياسر وعندك علي زعزع، حصل نزل زعلوك بالظبط كده، وزياد كمال بص 23 سنه شحاته، 22 سنه حسام عبد المجيد، 22 سنه زعزع، علي ياسر 20 سنه، دول بداوا المباراه بشكل اساسي. البودلة كان زياد كمال 22 سنه وزعلوك 19 سنه. نقطه ما بتشوفهاش كتير ان هم يلعبوا ربع نهائي كونفدراليه ويبداوا بشكل اساسي وياخدوا الدفعه دي، فده مهم. المهم ان هو تبني عليه بعد كده يا ريت، عشان القاعده تطلع من بدري اكتر وقت ممكن. تعال نخش على ايه؟ انا مستني تخش على الحلقه. انا بقالي ربع ساعه مستني. دخلت على الحلقه. انا دايما بقول 3-1 مش هتخش في الحلقه. خش معانا يا بابلي على الحلقه. انت الكلام ده من فين؟ ايه؟ من عمر عبد الله ولا ايه؟ لا يا باشا والله بفتقده، بس عارف ان هو مش موجود معانا. روحك مهفهفه. ده الشكل اللي بدا بيه الزمالك مباراه فيوتشر 4-2-3-1، المره لاول مره بيثبت الشكل الواضح ده. عندك اتنين صراحه، دونجا وشحاته كاتنين ارتكاز لعيبه رقم 6، واحمد حمدي في المركز رقم 10. امشي بقى بالحالات على طول هتشوف الشكل الدفاعي وقفه نادي الزمالك فرقت كتير جدا، ان فيوتشر ما هدتش مرمى الزمالك تماما الا باستثناء الكره الركنيه اللي جت من كوره ضل خالص، هي دي التهديد الوحيد طوال الشوط الاولاني وطوال اغلب المباراه بالنسبه للزمالك. بص حمدي
دي وتحركاته، لما يلعب كلاعب حر بياخد الكرة بيفتح لك مساحه ان انت تستلم ياخد، ويبقى عايز يعمل دبل باس. سيف الجزيري كان واحده من اقل مبارياته فنيا، وده اللي فارق جدا مع نادي الزمالك. بس بص حمدي هنا لما الزمالك بيحضر فتوح على طول باصص لفين؟ لحمدي. لما تلعب لحمدي في الـ في الـ في الاوقات اللي زي دي، لعيب عنده الحلول، عنده الفرصه، طالما بيلعب لاعب حر هيحرك لك الفرقه زي ما انت بتشوف. يدخل دونجا عشان يعمل 1 2 مع مصطفى شلبي، خش بالكوره تعمل عرضيه بقت خطورة. فالزمالك لأول مرة بيحرك الكورة من وسط ملعبه لحد ما يعمل هجمة خطيرة. بص هنا أحمد حمدي نقدر نقول عليه حالة عامة ولا ده يعني لا بالعكس، ده نمط قاعد يجرب فيه لآخر ووصل له من الشوط التاني. الناس مش حاسة إنه الزمالك كان كويس؟ ما هو على فكرة عشان في أخطاء، ما هو شاكر قال لك نقطة مهمة جدا، أنت عندك أخطاء فنية كتير، ده رقم واحد، لأن لسه أنت بتجرب أفضل شكل ممكن، ده رقم واحد. رقم اتنين يعني أنت النهاردة عملت، أنت قلت إن الزمالك ما بيتطورش. ما هو بيتطورش عشان انت ما لسه ما شفتش المنظومه كلها بتتطور. انت شفت تركتين حلوين، بمعنى ان انت ابتديت توظف حمدي تلاقي له التوظيف الامثل بالنسبه له، ده رقم واحد. رقم اتنين شحاته، لعيب هو اساس الكوره بتاعته ان هو بيستعيد الكوره ودفاعين قوي جدا، ابتديت تدخله. بس اجمالا بقى لا، مصطفى شلبي بعيد، زيزو اكيد بعيد عن مستواه، سيف الجزيري بعيد تماما، خط الدفاع لسه عنده مشاكل. فانت اجمالا كم المشاكل اكتر بكتير من كم الاجابات اللي انت بتشوفها، عشان كده تلاقي المنظومه ما اتطورتش. يعني استغل هو الحاله اللي انت فيها، حاله التوهان اللي انت فيها، ادالك على عينك. بص انت طلع شرير، وانا كنت فاكره طيب. لا خالص، هو بص دماغه مش فيها عيني. ده روح عمر عبد الله بس والله. انت مش راحب، هتتكلم يا ابني ولا هو قاعد يتكلم طول الحلقه؟ هنتكلم على ماشي. طيب تعالى نتكلم على الهدف اللي دخل في نادي الزمالك. شفتك امبارح بتتكلم على قصه محمد عواد ولعيبه نادي الزمالك هنتوش. المفاجاه ان الهدف اللي دخل في نادي الزمالك ده نفس الكورنر ده اتكرر في مباراه الذهاب. فاكر النهارده كنت بتكلم، كويس انك فتحت الجزئيه، النهارده كنت بتكلم مع كابتن ميدو احمد حسام ميدو، فكان بيكلمني قال لي ابراهيم خد بالك من القصه اللي انت شرحتها على الهوا امبارح، وكان بيكلمني كمان امبارح كان امير عزم جاد كان ضيفي، والاثنين اشاروا نقطه مهمه. يعني ميدو النهارده هو بيكلمني بدردش معاه في القصه دي وامير، انه اللي بيوقف المدافعين حارس المرمى. المفروض انه المفروض انه المدافع يبقى عنده الخبره بتاعت انه لما يشوف ده بيحصل قصاده، وانه كل اللعيبه بتاعت مودرن فيوتشر حوالين حارس المرمى يتحركوا. ولكن برضو حارس المرمى مطالب كما قالوا لي يعني انه هو يطلب انه يبقى فيه لعيبه تفصل ما بينهم، ولعيبه من نفس التيم بتاعه تفصل ما بينهم وبين لعيبه الخصم. ده حقيقي، وهنشوف كمان تفاصيل في الهدف غريبه جدا. تعال الاول نشوف الهدف اللي جه لنادي الزمالك، اللي دخل في نادي الزمالك. هنا زي ما انت شايف الثلاث لعيبه بتوع فيوتشر واقفين عاوزين يعملوا بلوك او عاوزين يضايقوا محمد عواد ونطلع بكره. بص انا عاوز اقول لك على حاجه، الفريم اللي بعده على طول في فريم بقى، بص كام لعيب، لا لحظه، الفريم اللي قبله كام لعيب من نادي الزمالك بيشاور على ان حد يروح يمسك محمد فاروق على منطقه الجزاء ده، محمد شحاته، وهتلاقي نفس الكلام تقريبا مصطفى شلبي، واللي قدامه حسام عبد المجيد، لا ده دونجا وحسام عبد المجيد ومحمد شحاته، الثلاثه بيشاوروا لسيف الجزيري ان هو يمسك محمد. بص كام واحد بيشاور في ال 18. شوف بقى الكوره لما تتلعب، طبعا بمنتهى السهوله الكره اتلعبت. طبعا هنا محمد عواد اول حاجه الكره دي بتاعته، في خطا من لاعبي نادي الزمالك، بس في نفس الوقت الكره جايه في حتتك انت، في محتواك انت، لازم تطلع تشيلها. تعال بقى نشوف الكوره في المباراه اللي قبلها، هي زي ما انت شايف الناس كلها عامله بلوك على محمد عواد مضايقينه. تعال بقى نروح المباراه اللي قبلها ماشي. في الدقيقه 99 بص على محمد محمود لاعب نادي فيوتشر بيشاور للاعيبه نادي فيوتشر ان هم يقربوا يروحوا يضايقوا محمد عواد. لو انت تبص شوف الفريم اللي بعده، هتلاقي اول ما محمد محمود شاور لهم في اول فريم خالص، الاثنين قاموا رايحين قريبين منين؟ من محمد عواد. بص بقى تصرف محمد عواد وحسام عبد المجيد ازاي؟ محمد عبد محمد عواد وحسام عبد المجيد الاثنين طلعوا خدوا الكوره، وحسام عبد المجيد عامل بلوك. الغريب هنا كمان ان محمد عواد راح زق الكوره وراح عملها شارك مع حسام عبد المجيد. في لقطه كمان اوريك الفرق اخر حته. هو الوقت انتهى. مش معنى ان الوقت انتهى ان احنا لا نحترم طيب. القناه بتاعتنا. خلاص خلاص عشان احنا ماشيين ومطولين.